السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفيسور في فيديو دوت القناة. إن شاء الله النهاردة شرح الأب دومين في السي شارب. زي ما شفت في العنوان، ما هو الأب دومين؟ إيه هي استخداماته؟ هنشرحها إن شاء الله في الفيديو ده. عشان نفهم يعني إيه أب دومين، لازم الأول نفهم يعني أحكيلك حكاية بسيطة كده. لما أنت بتيجي تشغل ملف إكس عندك في الأوبريتنج سيستم ويندوز مثلا، الويندوز عندك بيعمل مثلا أنت بتدي دوس كليك كليكين شمال على الملف الاكس اي، فالويندوز بياخده بعد كده بيعمل بروسيس جديده جوه الاوبريتنج سيستم، بعد كده بينفذ جواها الاكس اي بتاعك ده. تعالى كده نشوف مثلا هنا، او انت هنا مثلا بتشغل الاكس اي بتاعك، فالاوبريتنج سيستم هنا بيعمل بروسيس جديده، وجوه البروسيس دي بيعمل ديفولت ابدومين. يعني انا مثلا لو انا جيت هنا ايه شغلت البرنامج بتاع دوست ستارت، فهي دي العمليه اللي بتتعمل دي. الاوبريتنج سيستم بيفتح بروسيس جديده، ومن خلال البروسيس الجديده دي بيعمل جواها اب دومين، ديفولت اب دومين، وبينفذ جواها بقى تعمل متغيرات، تعمل اكسكيوت اكس اي مثلا. لو انت عندك ملف اسمبلي خارجي انت عايز تنفذه بتنفذه جوه، لود دي ال الز لو انت بتعمل اد ريفرنس لدي ال الز، كريت انستانس لو انت عندك كلاسات. هي ده الاب دومين. اول اب دومين بيتعمل في البروسيس هو اسمه الديفولت اب دومين. ده الاول اب دومين بيتعمل، هو ده اللي بيتنفذ فيه داله المين بتاعتك. على سبيل المثال دلوقتي داله المين بتاعتي دي بتتنفذ في الديفولت اب دومين، مسموح لك تعمل اب دومينز ثانيه جوه البروسيس بتاعتك. طب ده هيفيدني في ايه؟ الاب دومين دي هيفيدني في ان انا اعرفها مثلا، يعني لو انت مثلا عندك ملف اسمبلي خارجي اي اكس اي مثلا، وانت مثلا مش واثق فيه، او انت مثلا عايز حته من البرنامج مثلا مش يعني مثلا الديفولت اب دومين بتاعك بيكون ليه كل الصلاحيات. يعني هو ليه كل الصلاحيات ان هو يخش على الفولدرات بتاعتك، يعمل كاريت في الملفات اكس اي، يكاريت قصدي ملفات تكست، يعمل اي حاجه هو عايزها في الكمبيوتر. لكن وعايز تنفذ جوه، عايز تنفذ الملف الاكس اي ده جوه البرنامج بتاعك، بس مش عايز تديله الصلاحيات دي ان هو يعمل اي حاجه، فانت بتعمل اب دومين تاني بتديله صلاحيات معينه وبتنفذ جواه الاكس اي ده خارج. يعني عشان لان الاب دومينز منعزله طبعا عن بعضها، الاب دومين دي منعزل عن الديفولت، والديفولت منعزل عن دي، ودي يعني لو انت عملت عندك اكتر من اب دومين كلهم منعزلين عن بعض، ما فيش يعني مربط بينهم الا بس بحاجات هشرحها لك دلوقتي هقولها لك. فبس هو ده كان مثال يعني. برضه لو هو مثلا حاجه اكسس، لو هو اشتغل جوه الاب دومين ده واكسس على حاجه، طبعا الاب دومين ده بيرمي اكسبشن ان الاكس اي ده بيحاول يخش على حاجه وانت مديني صلاحيات ان انا ما اخشش عليها، يبقى انت كده تعرف ان الاكس ده مثلا دخل على حاجه انت مش عايزها تخش عليها، او اخترق صلاحيه مش من حقه ان هو يدخل عليها. تعالى كده نشوف بنعمل بنكريت اب دومين جديد عن طريق ان احنا بنقول اب دومين ده ستاتيك ميسوس باك ريد دومين اسمها سيكو، ده اسم الاب دومين بتاعنا اللي احنا نعمله اي اسم مش مشكله، خليه مثلا سيكو بيرجع لنا كائن من الاب دومين اسمه الاب. الاب دي فيها بقى الحاجات اللي احنا هنحتاجها مثلا عشان نتحكم في الاب دومين، مثلا نكاريت جواه اكس اي، ان ننفذ جواه قصدي اكس اي، نكاريت جواه انستانس من كلاس احنا هنعمله، نعمل لود، اي حاجه هننفذها عن طريق الاوبجكت ده. ولو مثلا انا قلت لك مثلا احنا عايزين مثلا ننفذ اكس اي معينه، مثلا لو احنا عندنا الاكس اي دي اللي هي السي 9، السي 9 دي جوه لو احنا جينا هنا وعملنا هنا اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر، هنفتح هيفتح لنا كده عندنا فولدر اسمه السي 9 جواه برنامج اسمه السي 9. السي 9 ده بيعمل ريفرنس على اللوم دي دي اللي اسمها لوم، اللوم دي جواها بس ستاتيك مسج اسمها سي هالو، وسي هالو دي بتقول هالو ان دي بتطبعها بس على الكونسول، والسي 9 دي بتستدعي الداله دي من جوه الدي ال ال دي بس، ما بتعملش حاجه تاني. فاحنا بناخد الباس ده كده، طبعا مش شرط يكون هنا في اي في حته عادي، نقول هنا اب دوت اكسكيوت اسمبلي هنا، نحط الباس بتاعنا هنا ات عشان نعمل سكيب سي 9 دوت اي اكس اي هكذا هنا مرن. استنى شويه عشان اكسبشن عشان حطينا السيمي كولون ماشي. معلش يا جماعه البرنامج بطيء شويه، الفيجوال ستوديو بطيء شويه لان انا
برنامج التصوير وفيجر ستوديو شغالين مع بعض. اهو طبعا هاللون دي ال ال معلش، بس لو خط مش واضح هو باين هنا هاللون دي ال ال اهي، بس نقفل كده ملهاش لازمة. طب ماشي، هقول لك بس برضو على حاجة. طب السي 9 دي بتعمل ريفرنس على الدي ال ال دي، ماشي. طب افرض الدي ال ال دي مش موجودة في ال مع، يعني هي لازم تكون في نفس الفولدر يا رجالة، لازم تكون في نفس الفولدر. يعني احنا ايه خدناها كده كات، فاهم؟ هنا لما انا باجي اعمل هنا اكسكيوت اسمبلي، فانا الابدومين بيروح، خلي بالك انا بعمل اكسكيوت الاسمبلي دي جوه الابدومين اللي انا عملتها مش في الديفولت. يعني احنا دلوقتي احنا في الحته دي كده احنا في الديفولت، اي كود هتكتبه هنا في الديفولت، لكن الابدوت اكسكيوت اسمبلي احنا بننفذ البرنامج ده جوه الابدومين الجديد اللي احنا عملناه، فاهم؟ فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بيروح هنا الابدومين بتاعنا بيروح للسي 9، بيقول للسي 9 انا عايز انفذك مثلا، يعني فالسي 9 بتقول له طب والله انا عندي انا عامله ريفرنس على مكتبه اسمها لوم، دي ال ال اسمها لوم، فاهم؟ فانا ايه انا هي مش يعني انا ايه تعالى كده ايه، هل هي موجوده عندك في نفس الفولدر؟ يعني السي 9 دي بتشوفها عندها في نفس الفولدر، هي موجوده خلاص، هي بتعمل لها لود، الاب دومين بيعمل لود للدي ال ال دي جوه الاب دومين، بعد كده بينفذ السي 9 طبعا، لان هو ما ينفعش ينفذ السي 9 من غير ما يعمل لود الدي ال ال دي جوه الاب دومين، لازم الدي ال ال دي تعمل لها لود جوه الاب دومين. طب ماشي، افرض هو ما لهاش زي الحاله دي بتاعتنا دلوقتي، هيعمل ايه؟ السي 9 هتقول انا مش موجود عندي الدي ال ال دي في نفس الفولدر، فانت هاتها لي بقى عشان اعرف اتنفذ. فالاب دومين بيعمل ايه في الحاله دي؟ الاب دومين بيبص على فولدرات معينه بحيث ان هو يلاقي فيها الدي ال ال دي، بيبص على اول حاجه على البيز فولدر. ايه البيز فولدر ده؟ البيز فولدر ده هو يعني اللي هو عارف انت الديفولت اب دومين دي، لما بتيجي انت تفتحها كده تدوس شو ان فولدر بيجيب لك هنا بعد كده انت تدوس باين بعد كده ديباج، بحيث مثلا لو انت مثلا كتبت مثلا يعني برنامج عادي مثلا كتبت فايل دوت كرييت مثلا، وكتبت اسم مثلا ملف عايز تعمله بالسيستم دوت اي او، قلت فايل دوت كرييت، فهو من غير لو ما اديتلوش باس فهو بيعمله هنا الفولدر ده، بيحطه هنا. فده الفولدر اللي هو بيبص عليه، الاب دومين بتاعي بيبص على الفولدر ده دلوقتي، بحيث ان هو مثلا يعمل فيه ملفات، يجيب منه دي ال الز براحته بقى. فهو هنا بيبص على الابلكيشن بيس بتاعي، هل لقى فيه الدي ال ال بتاعتي؟ اه لقاها، اللي هي الام هي موجوده خلاص، فهيشتغل البرنامج برده عادي دلوقتي. لو احنا كده عملنا رن اهو، قال لنا اللون دي ال ال حتى لو دي ال ال مش موجود اساسا في السي 9. خلي بالك هو يعني اللود ده هو الاد ريفرنس، يعني هو الاد ريفرنس هو اللود، يعني لو بتقول لو انت تسال يعني ايه اللود ده، يعني لازم نقفل كده ماشي. ادي دي فولدر بيبص عليها. وفي برضه حاجه، لو الدي ال ال دي جوه فولدر اسمه بنفس اسم الدي ال ال، يعني انا عندي فولدر اسمه لوم برضه بيبص عليه. انا مثلا ايه، انا كاب دومين دورت في الابلكيشن بيز ما لقيتوش دلوقتي، انا معايا مش لاقي الاب دومين، مش لاقي الدي ال ال قصدي بتاعتي في الابلكيشن بيز، فبيروح يدور عليها في ملفات جوه الابلكيشن بيز بنفس اسم الدي ال ال، فيلاقيها. اه انا عندي مثلا ايه فولدر اسمه لوم جوه الدي ال ال، فهيشتغل برضه برنامج معانا. تعالى كده نعمل رن. اشتغل معانا برضو البرنامج، يعني هلنا هلون دي ال ال. طب ماشي، هتقول لي طب افرض انا الدي ال ال دي بتاعتي، هل انا لازم يعني تكون لازم تكون في الابلكيشن بيز او في فولدر، يعني لازم تكون في الابلكيشن بيز او في فولدر جوه الابلكيشن بيز؟ اقول لك لا، ينفع ان انت تعمل لها لود يدوي، انت كمبرمج تعمل لها لود انت كيدوي من اي باز بقى في الكمبيوتر عادي بطريقتين. الطريقه الاولى واللي انا يعني احبذها، يعني هقول لها ولا دلوقتي هقول لها نقول اب دوت اسمبلي ريسولف دبل تاب ابلاي الايفنت ده ايفنت اسمه اسمبلي ريسولف. الايفنت ده بيستدعى لما الاب دومين بتاعي ما يلاقيش، يعني تعالى كده ناخدها كات نحطها بقى في اي حته بره خالص، نحطها بره الابلكيشن بيز. لما الاب دومين مش لاقي الدي ال ال دي عشان يعمل لها لود، فبيستدعي الايفنت ده. الايفنت ده بيعمل ايه؟ ومثلا اقول له سي دبليو
args.name بيرجع لي اسم الدي ال اللي انا بدور عليها not found، انا مش لقيت ما لقيتهاش فاهم. ونقول لها return assembly.load، ده load from دي assembly.load from دي بتعمل load لل assembly دي. احنا هنا نقول نجيب له بقى الباس بتاعنا بتاع ال DLL اللي هي فيها الجديد، احنا عايزين نعمل لها load lom.dll. خلي بالك في assembly.load وفي assembly.load from. load from دي بتحل ان انا اجيب ال DLL من اي باس من اي حته في الكمبيوتر بتاعي، لكن اللود بتحل بس ان انا اجيبها من الابلكيشن بيز. واللود برضو ان انت ما مش ممكن نخلي يعني ايه، يعني لو هنا كتبنا لود في هنا لود فايل لود هنا بس اهي لود اهي، اللود دي مش لازم يعني، لازم تكون الملف ال DLL دي في الابلكيشن بيز او في فولدر جوه الابلكيشن بيز بنفس اسم ال DLL. ودي برضو هتكتب ايه، تيجي كده تشيل دي، ده يعني معلومه كده، مش لازم برضو تكتب الاكستنشن هنا فاهم. طبعا احنا مش محتاجين اللود دي دلوقتي، نكتب لود فروم اللي احنا عايزين نجيبها لان هي اساسا مش موجوده اساسا في الابلكيشن بيز. فهي لود فروم بنعمل لود ال DLL دي جوه اوبجكت من نوع اسمبلي، خلي بالك دي بترجع اسمبلي، وبنرجعها للاب دومين بتاعتنا عشان هي تعمل لل DLL دي لود فاهم. كان ايه، تعالى كده من الرام اهو، قال لنا هنا خلي واخد بالك بيقول لنا لوم فيرجن 1.0.0.0 كالتشر ناتشرال بابليك كي توكن نال نوت فاوند، ده الفيرجن بتاعه الكالتشر والبابليك كي توكن. وتحت بيقول لنا هي بص خد بالك بيقول لنا ايه هلو ان دي ال ال، ده معناه ان هو لقاها اللي احنا عملنا لها لود من هنا، وبعد كده رجعناها للابدومين عمل لها لود بنجاح، بعد كده بنقول له اكسكيوت اسمبلي، يعني هو نفذ الاسمبلي دي بنجاح. دي طريقه بقى، تعالى كده نمسح الحته دي. في طريقه تانية ان احنا ايه بنعمل انستانس من كلاس، يعني احنا هنعمل كلاس هنا دلوقتي بناخد منه انستانس نحطه جوه الاب دومين ده، ومن خلال الانستانس اللي احنا عملناه ده بنعمل لود للاسمبلي دي. هوريك دلوقتي هنعمل هنا مثلا كلاس اسمه بروكسي، طبعا لازم الكلاس ده يكون بيورث من المارشال بايرف، زي ما انا قلت لك ان الاب دومينز دي معزوله عن بعضها، فانا مش هينفع يبقى في كوميونيكيشن من بعض غير عن طريق الميموري فاهم. انا بعمل انستانس من الكلاس ده بروكسي، وهاكسس الانستانس ده عن طريق الميموري. هوريك دلوقتي هنقول هنا ايه بابليك void get access تاخد سترينج الباس كلنا بنقول هنا assembly dot load from الباس. احنا مش محتاجين هنا نعمل return، مش لازم، لان هو احنا مش في الايفنت، احنا بره الايفنت، احنا بنقول بس assembly dot load from فاهم. ومن هنا بقى نعمل ايه، هنقول app dot create instance and unwrap. الداله دي بتخلينا ان احنا نعمل instance من كلاس عندنا جوه الاب دومين الجديده، ومن خلال وبنقدر نتحكم فيها من الاب دومين اللي احنا فيها اللي هي الديفولت دي. فاحنا بنعمل هنا ايه، لازم طبعا ناخد ايه تايب تي بتساوي تايب اوف، عشان برضو عشان ال بروكسي نقول له هنا اي تي دوت اسمبلي دوت فول نيم وتي دوت فول نيم. طبعا هي بترجع لنا اوبجكت، فاحنا بنعمل لها بالكاست هندخل لها بروكسي عشان نقدر نتحكم فيها بقى.
دلوقتي انا عندي الاوبجكت، يعني الاوبجكت بتاعي اللي هو البي ده، فاهم؟ في الديفولت بتاعي في الديفولت ابدومين، بس بيأشر عن طريق الميموري على انستانس جوه الابدومين الجديده اللي انا عملتها. انا ممكن ايه، هنقول بي دوت لود، احنا قلنا جيت اسس صح، ويدي له هنا ايه الفولدر او ال لوم دوت دي ال، بس كده. كده احنا عملنا لود جوه الابدومين. تعال كده نعمل رن. خلي بالك احنا بنعملها لود قبل ما يوصل، هو لما هي يوصل للاكسكيوت اسمبلي هو اصلا الريفرنس دي موجوده قبل كده، فهو ايه هيشتغل على طول يعني من غير ما يحصل مشاكل. ما هو اللون دي ال عشان برضو ايه اوريك حاجه برضو كده ايه. هنطبع هنا مثلا ايه اب دومين دوت كرنت دومين دوت فريندلي نيم، بيجيب لنا اسم الكرنت دومين، دي بترجع لنا الدومين اللي انا واقف عليه دلوقتي، وبيطبع لي الاسم بتاعه. هيطبع لي سيكو دلوقتي. سيكو اللون دي الال تي قوي برضو كده. تعالى برضو كده ايه اوريك مثال تاني. قلت لك من شويه معنى الابلكيشن بيز، الابلكيشن بيز ايه اللي معناه ان هو الاب دومين بيبص على الفولدر ده، هو ده الابلكيشن بيز. تعالى بقى نشوف ازاي بنغيره او ازاي بنعمل له سيت. في حاجه عندنا اسمها اب دومين سيت اب، ده كلاس. الاب دومين سيت اب دي ايه؟ الاب دومين سيت اب هي فيها جواها شويه ميثود وجواها شويه بروبرتيز بتتحكم في الاب دومين بتاعك. الاب دومين اللي انت هتعمله هتتحكم فيه، هتدي له مثلا طريقه كده يمشي بيها، ان هو مثلا ازاي يعمل لود لدي ال الز فولدرات مثلا انت عايزه يعمل منها دي فلود معينه. هنشوف ده كل ده دلوقتي. بنقول اب دومين سيت اب، سيت اب بتساوي نيو اب دومين، وبعد كده سيت اب دوت ابلكيشن بيز بتساوي اب دومين دوت كارنت دومين اللي هو الديفولت دومين اللي انا واقف عليه دلوقتي، دوت بيز دايركتوري اللي هو ده جواه ملف اسمه سيكو، فاهم؟ بعمل بلس سيكو ده ان انا بخلي الاب دومين الجديد بتاعي يبص على الفولدر ده، بديله هنا نال. نال دي اللي هي الايفيدنس، الايفيدنس دي اللي هي الادله اللي هي اللي هو الكاتب بتاع الـ بتاع الكواد اللي هو الويب سايت، مجموعه حاجات كده يعني ايه مش هتفيدنا قوي، لكن اللي هي الايفيدنس دي معناها الاصطلاحي يعني ادله، يعني اللي هي الويب سايت اللي هي الويب سايت اللي انت جايب منه الاسمبلي ده، حاجات مش هنحتاجها قوي. الحاجات دي بتحتاج في الاي اس بي، لان هو اصل الاب دومين دي ليها انتشار واسع في الاي اس بي اللي هي التقنيه اللي بتستخدمها سي شارب عشان تبرمج بيها المواقع الالكترونيه. فالافيدنس احنا مش هنستخدمها دلوقتي، عايز تحطها تحطها، مش عايز تحطها براحتك برضو. بعد كده طبعا بعد كده بنحط فيها بعد الافيدنس بنحط السيت اب. كده احنا غيرنا البيز دايركتوري، بس هي في هنا مشكله لما انت بتغير البيز دايركتوري. زي ما انا قلت لك كديفولت، ديفولت ليك انت كديفولت اي اب دومين، الاب ديفولت اب دومين بيبص هنا صح، وبرده الاب دومين اي اب دومين انت بتعمله لو ما اديتلوش بيز دايركتوري بيبص هنا في نفس الفولدر ده. فانت في الاول في المثال الاولاني من شويه اللي انا وريته لك لما احنا عملنا كلاس بروكسي وبتاع، كان الكلاس هنا، الكلاس هنا عملنا له ان هو اساسا في نفس الفولدر هنا، فهو بيبص عليه فبيلاقيه هنا، فاهم؟ لكن لما انا اخليه، خلي بالك هو الكلاس ده هنا جوه الملف الاسمبلي ده فبيلاقيه طبعا، لكن احنا غيرنا الابلكيشن بيز بتاعنا فهو هيبقى هنا، فمش هيبص فمش هيلاقيه هنا لان الكود مش هنا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنكريت كلاس جديد، فاهم؟ بنيجي هنا بنقول نيو بروجكت ونقول كلاس لايبراري، الطريقه اللي انت بتعمل بيها دي ال ال عادي. ومن جوه الدي ال ال بتاعنا دي احنا هنعمل بقى ايه البروكسي بتاعنا، هنحط بس هو نفس الكود، احنا هي ايه بروكسي
بيعمل مارشال باي ريف بروكسي. بعد كده بنقول جيت اسمبلي الميثود اللي جواه جيت اسمبلي لود والباس واسمبلي دوت لود فروم باس. بس هي دي اللي بتعملها بس. وبنيجي هنا بقى احنا هنا انا حطيتها هنا في البيز دايركتور بتاع الديفولت اب دومين اهو هو ده بتاع. وبنيجي هنا برضو هنا في البروجكت بتاعنا بنقول اد ريفرنس بعمل اد للبروكسي بتاعنا. طبعا انا هضيفها قبل كده بس انت عايز تحطها بتدوس براوز بعد كده اختارها. هي دي عمليه اللود دي اللي هي الريفرنس اد ريفرنس. اوكي يوزنج بروكسي ماشي تمام خلاص احنا مش محتاجين دي دلوقتي. بنكريت بقى انستانس من البروكسي ده احنا بنقول هنا ايه بروكسي كلاس هنا بروكسي كلاس برضو. هنا بنيجي بقى نعمل ايه بنديله اسم الدي ال ال دي احنا بنقول ايه انا حطيتها في الديفولت ابدومين اللي هو الابلكيشن بيز بتاع الديفولت ابدومين. فنقول هنا كارنت دوت بيز دايركتوري وبنديله اسم الدي ال ال بتاعتنا يعني سميناها بروكسي صح بروكسي دوت دي ال ال. بنقول له هنا ايه بروكسي بنقول له شكل انك عامله ازاي دي كابيتال ودي سمول دي سمول ودي كابيتال ماشي بروكسي دوت بروكسي هنا فاهم. فاحنا بنقول له خد انستانس من اللي جوه الدي ال ال دي وروح عند الدي ال دي اعمل لها لود جوه الاب دومين. طبعا لازم يعمل لها لود الاول بيعمل لها لود بعد كده بيقول خد كان من البروكسي دوت بروكسي اللي هو الكلاس ده. بس بقى انت ممكن بقى تحط يعني مش شرط على فكره ان يكون الكلاس اللي احنا عملناه ده اللي هو البروكسي ده جواه داله بس اللي هي بتعمل جيت اسمبلي. لا انت ممكن تتحكم في الابدومين عادي من خلال الكلاس ده تعمل مسودات تانية بتعمل حاجات تانية خالص غير انها بتعمل لود اسمبلي مش شرط ان هو تعمل لود اسمبلي. برضو تعالى هنا بنعمل برضو بي دوت جيت اسمبلي لود نديله هنا ايه الباس بتاع اللون ترول سي نضغط ايه الاسكيب كنترول في بس كده ستارت بنعمل لود للدي ال ال دي. ده نسيت احط الدي ال ال صح صح ده هيرمي لي اكسبشن دلوقتي بس ده بقى صدق ماشي ماشي طبعا انا نسيت احط اسم الدي ال ال هنا كتبت الباس بس على طول من غير دي ال ال بس ده قدامه سنه بقى لغايه ما يعمل لي اكسبشن بس انا اوقف بقى التصوير. رجعت لكم تاني يا جماعه خلاص انا حطيت بعد ما عدى بقى الخطا ده قعد سنه لغايه ما جاب الخطا بعد كده لوم دوت دي ال ال. في حاجه برضو نسيت اقولها لك كريت انستانس اند وراب دي تستخدمها بس لو الكلاس ده عندك لكن احنا في حالتنا دي الكلاس في دي ال ال خارجها. احنا بنقول هنا create instance and unwrap from create instance from and unwrap from دي خلي بالك بتجيب بديله الباس هنا بتاع ال DLL وبعد كده بعمل بعمل instance من الكلاس اللي جوه ال DLL دي. بعد كده نعمل رام اهو طبعا لنا ايه هاللون DLL في برضه حاجه نسيت اقولها لك في اخر سطر خالص هنا اب دومين دوت انلود اب اب دومين دوت انلود دي اب دومين. لو انت خلاص بقى خلصت مش عايز تستخدم الاب دومين بتاعك تاني فانت بتمسحه من خلال ان انت تكتب اب دومين دوت انلود وتدي له الاوبجكت بتاعك اب يعني. قلت لك برضه ان الاب دومين لما بيجي يبص على دي ال الز بيبص على البيز دايركتوري هنا. لو احنا دخلنا كده على البيز دايركتوري بتاعنا C9 سيكو بيبص على البيز دايركتوري او اي فولدر بنفس اسم الدي ال ال دي. طب افرض انا عايز اخلي فولدرات برضو جوه البيز دايركتوري بس
فولدرات يقدر الابدومين يشوفها يبص فيها عن طريق مثلا لو احنا عندنا مثلا ايه فولدرين اسمه دي ال اس، ودي ال اس دي مثلا ايه جواها اللوم كات. خلي بالك في الحاله العاديه من غير الطريقه اللي انا هنعملها من شويه ده هيرميكس عشان مش هلاقيها برضو، حتى لو فولدر جوه الابلكيشن بيز لا لازم يكون الفولدر ده بنفس اسم الدي ال ال دي. فانا عندي فولدر اسمه دي ال اس جوه الابلكيشن بيز، فانا ايه بعمل الحركه دي ازاي؟ ان انا بخليه يبص جوه الدي ال اس دي، بنقول اب لا سيت اب قصدي سيت اب دوت برايفت بين باس هنا، وبنديله اسم الفولدرات بتاعتي. لازم تكون الفولدرات دي جوه الابلكيشن بيز يا جماعه. نقول دي ال ال اس وسيمي كولون. سيمي كولون دي لو انت عايز، لو انت عندك كذا فولدر، يعني لو انت عندك كذا فولدر مثلا حط مثلا فولدرات ثانيه وسيمي كولون، فولدرات فولدر ثانيه وسيمي كولون. لازم تكون الفولدرات دي جوه الابدومين بتاعك، جوه الابلكيشن بيز بتاعك قصدي، فاهم؟ تعالى كده ايه هنقول هنا بي بقى دوت دوت اكسكيوت، لا الاب دومين صحيح اب دوت اكسكيوت احنا كده بننفذ السي 9 دي تاني، فهو هيدور هنا ايه هيروح هنا للسي 9. هل عندك الدي ال دي؟ لا. طب هيروح كده ايه للابلكيشن بيز؟ هل هي موجوده هنا؟ لا. طب هل في فولدر بنفس اسم الدي ال دي؟ لا. طب هل في فولدرات من قايل لي المبرمج ان انا ابص عليها للدي ال؟ في فولدرات اسمها دي ال، فانا اخش عليها، فاهم؟ خلي بالك كده احنا هل الدي ال دي جوه الفولدر ده؟ خلاص هعمل لها لود وشغاله مفيش مشاكل. طب لو مش موجوده هنا في ال دي ال ال دي، في برضه خيار تاني ان هي برضه تكون في فولدر في بنفس الاسم جوه الدي ال ال دي ال ال دي اللي هو الفولدر اللي احنا قلنا يبص عليه دي. تعالى كده ايه نعمل ران كده، هو هيبقى عنده اربع فولدرات بيبص فيهم، الابلكيشن بيز وفولدر جوه الابلكيشن بيز والفولدر اللي احنا قلنا له عليه وفولدر بنفس اسم اللي احنا نفس اسم الدي ال ال اللي جوه الفولدر احنا قلنا له عليه. خلاص هو عمل لنا ايه هنا ايه هلو ان دي ال ال. في برضو ايه خاصيه برضو ايه نقول هنا سيت اب سيت اب دوت برايفت بين باس بروب بتساوي اي كلمه، مش مشكله اي كلمه هنا سترينج ممكن تتحط عادي. البروبرتي لما انا بحطها كده اي كلمه سترينج عادي كده، انا بقول للاب دومين ما تبصش في الابلكيشن بيز. يعني احنا قلنا احنا دلوقتي عندنا اربع فولدرات، الابلكيشن بيز وفولدر جوه الابلكيشن بيز ودي ال اس وفولدر جوه الدي ال اس، صح؟ لا هو كده هيلغي الابلكيشن بيز كده مش هيبص. حتى لو انت على كده ايه احنا قلنا بيبص هنا، فاحنا لو خدناها كده كات حطها هنا بيست، هو مش هيبص في الابلكيشن بيز هنا وهيرمي لك ايرور لان انا مش لاقي الدي ال ال دي. هيبص بس في فولدرات جوه الابلكيشن بيز بتاعتي، يا اما فولدرات بنفس اسم الدي ال ال يا اما فولدرات انا مديها له بس. تعالى كده ايه نعمل ران، هيرمي اكسبشن دلوقتي، هيقول انا مش لاقي الدي ال ال اسمها لهم عشان انا اكسكيوت السي 9. ايه ده؟ سوري يا جماعه بس انا اسف كان في غلط هنا. زي ما انا قلت لك هنا في هنا البرايفت باين باس بروب، الخاصيه دي بتمنع الابدومين ان هو يبص في الابلكيشن بيز هنا. الغلط بس كان ان احنا لو انت عندك كذا فولدر فانت ايه بتحط سيمي كولون بين الفولدرات، لكن لو عندك فولدر واحد فانت انا اتلخبطت بس وحطيت السيمي كولون بتاعتي فولدر واحد بس. انا بقول له بس هنا الدي ال اس، انا بقول عندي فولدر اسمه دي ال ال دي ال اس هنا اسمه دي ال اس وحطيته انا بس كده، هو هيعمل الاب دومين بتاعي هيبص في الفولدرات دي بس، لا هيبص على الابلكيشن بيز ولا فولدرات بنفس اسم ال. دي برضو غلطه انا قلت لك من شويه، انا اسف كنت بس معلش مش عارف راسي ضربت والله انا اسف، الحاجات كلها دخلت في بعضها مش مشكله يعني. فهيبص بس في جوه الدي ال اس على
اللوم لو هي مباشره او في فولدرات جوه الدي ال اس بنفس اسم اللوم. تعالى كده هنا مرن الدي ال اللي بتاعنا في البيز دايركتوري بره مش في الدي ال اس. هيرمي اكسبشن دلوقتي. ومش لاقيها. تعالى كده بقى نحطها كده جوه. خلي بالك هو مش لاقيها، احنا عملناها هنا قيمة true. احنا بنفعل الخاصية دي لو احنا لو احنا بنحطها بأي string لو احنا عايزين نفعلها، يعني ان احنا دمنا على الابلكيشن بيز ان هو يتبص عليه خالص ويبص بس على الفولدرات اللي جوه اللي انا بحطها له. اهو طبعا قال لي هاللوين دي ال ال اي. طبعا انت لو عندك كذا فولدر هنا تحط مثلا تحط هنا مثلا لو انا عندي فولدر مثلا اسمه اكس اكس سي، فاحنا بنحط مثلا ايه هنا اكس سي سيمي كولون اكس سي وخلاص. في برضه خاصيه برضه معانا اسمها سيت اب دوت ديس هلو ابلكيشن بيز بروبنج. دي بتمنع ان هو يتبص على الابلكيشن بيز ده خالص بقى، فولدرات من جواه اي حاجه. فاحنا هنا بنقول لا لا هي ترو صح ترو بوليان ماشي ترو. ده ان هو يمنع ان هو يتبص عليه حتى لو في الدي ال اس اي فولدر سب دايركتوري جوه الابلكيشن بيز، فهو بيمنع ان هو يتبص عليه. ليه الخاصيه دي موجوده؟ ممكن انت لو انت عايز تجبر بقى المستخدم بتاع البرنامج بتاع ان هو يعمل لها دي ال ال من بره خالص، يعني هي مش موجوده في البرنامج فانت بتعمل دي ال ال من بره خالص، فبيعمل لها دي ال ال يدوي جوه الاب دومين. ف مجرد بس انت تحطها ترو فهو بيكنسل خاصيتين خالص دول كلهم مش موجودين اساسا، و بتضطر انت تحط الدي ال ال بتاعتك من بره تعمل لها لود قبل ما تعمل اكسكيوت للاسمبل بتاعتك، يا اما هي تكون الدي ال ال دي مع الاسمبل دي اساسا في نفس الفولدر. نيجي بقى لاخر خاصيه معانا في الابلكيشن سيت اب في الابدومين سيت اب الشادو كوبي فايلز. يعني ايه الشادو كوبينج؟ الشادو كوبي معناها ان انت لما مثلا بتيجي تعمل لود لاسمبلي معينه، بمعنى لما انت بتيجي تعمل لود جوه الابدومين بتاعك فاللود للدي ال ال معينه فالدي ال ال دي بتقف ما بتشتغلش خالص. يعني حتى مثلا لو انا مثلا يعني عملت لما انا باجي اعمل لود للدي ال ال اللي اسمها لوم دي، لو انا جيت فتحتها مثلا بالنوت باد مثلا جوست دوست عليها مثلا قلت اوبن ويز نوت باد، النوت باد هتقول لي لا انا مش هقدر افتح الدي ال ال دي الملف التكست ده لان هو اصلا مستعمل ب بروسيس ثانيه. كذلك الحال مع اي برنامج تاني هيفتح الدي ال ال دي. فالشادو كوبي بتعمل ايه؟ بتاخد نسخه من الدي ال ال دي وبتحطها عندك فاهم، بتعمل لود من النسخه دي بحيث ان النسخه دي هي اللي تقف فاهم، لكن الدي ال ال الاصليه تفضل مفتوحه وتفضل مفتوحه زي ما هي عادي. الشادو كامينج ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك في انت لو انت شغال مثلا بي اس بي مثلا او اي برنامج تاني ومحتاج ان انت مثلا ايه تابديت الدي ال ال بتاعتك دي الاصليه، فانت ما هتضطر بقى تقفل الاب دومين بتاعك تعمل له اندود. طبعا يعني الاسمبلز اللود اللي هي الدي ال ال دي ما بتعملهاش تحرر من الاب دومين غير لما الاب دومين نفسه يتعمل له مسح خالص، فانت لما بتمسح الاب دومين الدي ال ال دي بتتحرر. لكن انا مش عايز بس الاب دومين بتاعي يتقفل عشان احرر الدي ال ال دي، فبعمل شادو كوبينج عشان اخد نسخه من الاول خالص من الدي ال ال دي لكن دي الاولانيه تفضل متحرره خالص. فعشان نفعل الشادو كوبينج بنقول هنا سيت اب دوت شادو كوبي فايلز بيساوي قيمه سترنج ترو، لازم تكون ترو وقيمه سترنج مش بوليان. بعد كده بنقول له مثلا في هنا مثلا عندك بقى تو ويز طريقين، يا اما انت تسيبها ان انت ما تحددش موقع بشخص يعني هو اللي اتحط فيه الكوبيز اللي انت هتاخد اللي انت حط فيها اللي هي الدي ال الز الدي ال الز اللي هي تاخد منها كوبي اللي هي الكوبي يعني اللي انت خدته، او ان انت ما تحطه عادي. لو انت ما حطيتوش فالدي ال الز اللي هتعمل لها كوبي دي هتتحط في الداونلود باس. ايه الداونلود باس ده؟ هو الكاش بتاع السي ال ار، هو كاش كده ملف جوه البرنامج بتاعك. لو انت يفضل ان انت تسيبه زي ما هو كده ان انت ما تديش
باس معين عشان السي ال ار هي بتمسحه، بتمسح الكاش ده بمجرد البرنامج بتاعك انت. لكن لو انت مثلا حطيت هنا عشان نحط فولدر بعينه ويتحط فيه الكوبيز اللي انا النسخ اللي انا هاخدها من الدي ال ال بتاعتي، فانا بحط هنا ايه، بقول له سيت اب دوت ابلكيشن نيم سيكو، بعد كده بقول له سيت اب دوت كاش باس سيت اب دوت ابلكيشن بيز اللي هو الابلكيشن بيز بتاعي، بحطه وبعمل جواه فولدر جديد اللي هو باك سلاش هنا كاش، هو مش موجود هنا فاهم، بس هو هيكريتها يعني. وبعد كده بقول له اكسكيوت اسمبلي، طبعا هنا بيعمل لود زي ما انا قلت لك للدي ال ال اسمها لوم دي، وهتتاخد منها شادو كوبي جوه الفولدر ده اللي هو الكاش باز ده. تعالى كده نعمل ران. طبعا لو انت لما بتيجي انت تسيت الكاش باز ده لازم انت تمسح الكاش باز ده بنفسك، مش السي ال ار هتمسحه. قال لي انا هاللون دي ال ال اهي. تعالى كده نروح عمل لنا اهو فولدر اسمه كاش، جواه الفولدر اسمه سيكو. طبعا الابلكيشن نيم ده لو انت عندك مثلا كذا اب دومين وكلهم بيحطوا تحط ينفع تحطهم كلهم في فولدر كاش واحد بس، وكل اب دومين ليه اسم، فانت هتروح لهنا السيكو اسمبلي دي ال 3 الفورمات بتاعه بيبقى بالهاش، وادي الكوبي بتاعت اللوم دي. طبعا هو عامل لود من هنا، لكن الاولانيه خالص اللي هي دي متحررة، يعني انا عادي ممكن ادخل عليها في اي وضع او اعدل عليها زي ما انا عايز عادي. خلاص بقى كده نقفل، على كده نقفلها خلاص. طبعا برضو لو ينفع برضو ان انت تحط مثلا فولدرات يتعمل لها فولدرات يتعمل لها يتعمل للدي ال الز اللي جواها شادو كابل، الفولدرات دي ما تكونش في الابلكيشن بيز. يعني مثلا لو انا عندي، لو احنا مثلا خدنا ايه كده بقى نمسح دي خالص، مش انت عايز ايه بس برضو ماشي عادي برضو. يس كده ناخد دي كات نحطها بره خالص بقى هنا بيست فاهم. هاخد بقى هنا ايه، خلي بالك لازم تحدد الدايركتورز اللي هتعمل لها شادو كوبي. نروح لنا سيت اب دوت شادو كوبي دايركتورز نفس الحكايه برضو، منديها هنا كنترول في هنا كده بس كده. حطيت هنا الدايركتوري بتاعت الدايركتوري بتاعي اللي انا هعمل منه لود هنا. تعالى بقى ايه كده ايه، عشان هنعمل لود للدي ال ال دي اللي انا حطيناها هنا، خدنا اللوم من دي ال ال دي ال اس دي وحطيناها بره هنا. تعالى كده بقى نعمل رام، بنقول له هنا الفولدر ده الدي ال اس اللي جواه اللي هعمل لها شادو كوبي، دي ال اس جواها دي هتعمل لها شادو كوبي عادي وتحطها في الكاش وكل حاجه زي ما كانت، بجانب اي دي ال اس اي مكتبات يعني جوه البيز دايركتوري جوه الدي ال اس بتاعتي اللي انا حطيتها فوق في البرايفت باين باس. يعني دي فولدرات بتضاف يعني للبيز الابلكيشن بيز بتاعي عشان لو انا للشادو كوبي. اهو الكاش اهو نفس الحكايه برضه مفيش اي مشاكل. نيجي بقى لاخر جزئيه معانا. زي ما انا قلت لك انت ممكن تقدر تدي صلاحيات للابدومين بتاعك ان هو مثلا ما ياكسس حاجه مثلا على السي على السي على الدي. مثلا لو احنا مثلا عندنا فولدر هنا اسمه تلات وحيد موجود في الدي، وانا مثلا ايه انا عايز مثلا ايه اللي هو الابدومين بتاعي، تعال كده نشيل لي الابدومين بتاعي موجود جواه مثلا انا مش عارف مثلا لو انا ادخل ان هو ده ملف اكس اي بيعمل او مش ممكن بيعمل كرييت تكست في الاكس دوت تكست دي هنا. تعال كده نشغل البرنامج. احنا هو كلاس، عملنا كلاس طبعا اسمه فو وجواه ده اللي فو ودول كريت انستانس اند ان وراب مش فروم اللي احنا اصلا عندنا الكلاس هنا في نفس البتاع. بس هنحتاج برضو هنا ايه
شيلد برضه عشان يقدر يبص على هنا. احنا كده عملنا رن. اصعد انا نسيت استدعي الدالة. ايه ده، انا رجعت كتبت الدالة هنا يا جماعة تاني بي دوت فو. نروح كده على اهو، عمل كريت لنا الملف بتاعنا الايج الاكس. خلاص بقى كده نقفل، نمسح بعد كده عشان ملوش لازمة دلوقتي. يس مسحناه. لو احنا عايزين نحط صلاحيات للابدومين بتاعنا، فاحنا بنعمل بريميشن سيت، بنقول سيت بتساوي نيو بريميشن سيت بريميشن ستيت دوت نان. ده احنا بنقول له ان التزم بالصلاحيات اللي انا هديها لك دي، بس اي صلاحيات تانية هتبقى فولس، ما تاخدش اي صلاحيات تانية. هنقول هنا سيت دوت اد بريميشن، بنضيف بريميشن جديد او صلاحيه جديده فيها نيو فايل اي او بريميشن، فايل اي او بيرميشن دوت اكسس دوت نو اكسس، اللي انا مش عايز الفولدر بتاعي اتاكسس عليه، وبنديله الفولدر اللي هو اللي احنا عايزين نعمل عليه الصلاحيه دي. ثلاث وحيد، ما يخشش ما يعملش اي حاجه جوه الفولدر ده، فاهم؟ فبس تعالى كده بقى نبصيها لل ست، نبصيها للابدومين بتاعنا. تعالى كده نعمل ران. هرمي لي اكسبشن دلوقتي، ان هو بيقول لي ان هو انت عايز نعمل اعمل لك الملف، وهو اساسا مش مدينا الصلاحيات لعمل الملف. صح، انا نسينا احط الابلكيشن بيز. صح، انت لازم انك تحط الابلكيشن بيز. بتضاهي هنا انها تبص في نفس ال base directory. اهو بيقول لنا هنا ايه، بيقول لنا couldn't load file assembly. هو طبعا مش متعرف على يعني هو الغلط ان هو الصلاحيه بس مش اكتر. يعني احنا لو جينا هنا ايه، عملنا كده وقفنا البتاع، هو الاب دومين من جواه، هو مش الاب دومين الديفولت بتاعنا دلوقتي، هو مش عارف الخطا فين في الاب دومين اساسا. الاب دومين من جوه اتعمل فيه خطا، بس هو مش عارف الخطا ايه اللي اترمى، فبيرمي لك اي خطا هنا وخلاص. تعالى كده لو شلناها هيشتغل عادي. كان مرة هو اشتغل عادي مفيش اي مشاكل. لو روحنا كده لقيناها هيعملنا ملف عادي وبس. في طبعا خصائص تانية كتير في الابليكيشن سيت اب ابدومين سيت اب، بس الخصائص دي بتبقى ليها استخداماتها اكتر في الاي اس بي دوت نت، يعني ما بنستخدمهاش قوي في الخصائص دي. طبعا في الاب دومين ده ليه حاجات كتير، ممكن تدور على النت بقى تشوف الحاجات دي على موقع مايكروسوفت هتلاقيها. بس ده كان درس النهارده، درس النهارده بتاعنا يا جماعه، وارجو ان يكون الدرس نال اعجابك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش حط لايك، ولا انا ما عجبكش ايه، نلقاكم درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.